بمعهد سيرفانتيس بالرباط ناقد اجتماع بين ممثلي المؤسسات الإسبانية والمغربية والإسبانية الأمريكية قصد تأسيس مجموعة عمل لدراسة تطور اللغة الإسبانية وتعلمها في المغرب. إن هذه المجموعة تهدف إلى جمع البيانات وتقديمها لتحليل علمي لدراسة تطور اللغة الإسبانية، وذلك بمساعدة السلطات المغربية والإسبانية المختصة من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة للمساهمة في تعزيزها. وحنا بصدد واحد الشراكة التربوية بين الوزارة وبين المعهد الإسباني بالرباط، وكذلك مع الدراسات الإيبيرية البرتغالية حول لتدارس سبل التطوير والارتقاء بتدريس وتعلم اللغة الإسبانية بالمغرب. هذا هو الإطار العام كنا نشتغلوا فيه، والآن حنا بصدد تصدير مجموعة من العمليات اللي من ضمنها واحد الإحداث ديال واحد المرصد اللي غادي يرصد لنا واقع تدريس اللغة الإسبانية بالمغرب. وحسب آخر أرقام معهد سيرفانتيس فقد تزايد اهتمام المغاربة باللغة الإسبانية، كما تعكس ذلك الزيادة في عدد ساعات التدريس في الفصول الإسبانية في مراكز ومعاهد سيرفانتيس بالمغرب، حيث أنه في الربع الأول من سنة 2018 بلغت الزيادة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017 أكثر من 13%، كما تزايد عدد المترشحين المغاربة الذين يتقدمون لنيل دبلوم اللغة الإسبانية كلغة أجنبية خلال السنوات الأربع الأخيرة.